صارت الثوره في تونس، مش انت تكون مع الرئيس وانا نكون ضد الرئيس. هذه هي بلادنا. البرلمان تحبوا امورك، احنا نحبوا الرئيس امورنا. فما استفتاء، فما استفتاء اسمه الاستشاره القانونيه، هذيا عاملينها صارفين عليها برشا فلوس. مش علاه ما نحبوش بعضنا، علاه ما نتقواوش، علاش ديما عكس بعضنا قدام الكاميرا؟ يمك مع البرلمان وانا مع الرئيس. هات خويا نبوسك من راسك. نحنا ما نحبوش الحرب. قضية مجلس النواب أنه عندما تجمت والآن تحل هو غير دستوري. أنا نحب بلادي تطبق الدستور، الدستور بتاع 2014 اللي تعمل. الرئيس غير دستوري؟ شكون هو غير دستوري؟ برلمان غير دستوري، طيب يحبوا يعملوا انقلاب. عبر على رأيي بكل حرية. أنا مثلا كتونسي ويلزم الاخر الطرف المقابل يسمعني كما انا نسمعه. هو عنده الحق باش يقول. هو اذا كان باش تقول لي اجا ناقشك، اذا كان باش تقول لي حل البرلمان ماهوش دستوري، فصل 72 شنو يقول؟ كيفاش؟ فصل 72 هو طبق حرفيا الفصل 72. المجلس يقعد مستمر في انعقاد حتى انتخابات تشريعيه سابقه لاعوانها. هكا الدستور يقول حلينا برلمان، حلينا مجلس القضاء الاعلى، حلينا مؤسسات الدوله. اي وين ماشيين بها من بعد؟ وين ماشيين بالبلاد نتاعنا؟ قال لي عندي شنو مشكلة؟ عندي مشكلة انك تحل المؤسسات هذيا، عندي مشكلة. شنو زادونا اليوم؟ شنو زادونا المؤسسات هذوما اللي تحكي عليهم؟ باهي انا هنا معك. اصلاح المؤسسات هذيا كي تقول لي نصلحوا، كي تقول لي نصلحوا، سامحني، كي تقول لي نصلحوا اداء مجلس النواب، انا معك. تصليح الاداء نتاع مجلس النواب، تتعمل له قوانين داخليه. كيفاش نجم تصلح اذا كان يعني خلينا نقولوا العيب او الفساد خارج منهم؟ اذا لا سامحني، تعرف معناتها كي تقول لي انت العيب خارج من مجلس النواب، معناتها الشعب التونسي اللي انتخبك اللي في الاعضاء في مجلس النواب العيب خارج منهم هما. الشعب التونسي انتخبهم. هذاك الشعب، هذاك اداء الشعب التونسي. انا وانت وهيك وهيك خايبين بهيل. هذاك الشعب التونسي. علاش نقصيو الشعب التونسي؟ هو اللي حط الباهي ولا حط الخايب؟ هذا هو الدستور. انت لو اطيحت لك الفرصه انك تعاود اسكت، نعاود تنتخب نفس العباد ولا؟ فوالا هناك كي تطيح لي الفرصه باش نعاود ما نعاودش ننتخب نفس العباد. اي فوالا. هذا هو معناها انا شنو؟ لا لا لا، فما فرق. لا فما فرق. وقت انا نحل المؤسسات نتاع الدوله نحلها جمله، شكون سامحني سامحني شكون اللي باش يراقب القوانين الان شكون يراقب القوانين؟ شكون اللي يراقب القوانين الان؟ معناها شكون يراقب القوانين؟ رئيس الحكومه. خليني لا رئيس الحكومه في الدستور نتاعنا تكون يصادق عليها مجلس النواب. رئيسة الحكومة في الدستور نتاعنا بتاع انه يصادق عليها مجلس النواب، ان هنا ما تعديتش على مجلس النواب. نحترمه، سامحني، نحترمه الشعب التونسي، نحترموه في اختيارات نتاعو. باهية ولا خايبة نناقشوها، نصلحوها. هذا احنا لازمنا نكونوا نسويوا. اليوم الشعب استعرف بغلطه، اليوم قال لك انا انا انتخبت الشخص الغلط، انا هذاكم يقول لك ما يمثلونيش. سامحني، انت تقول لي الشعب استعرف بغلطه، شو مقياسك؟ ما عندك حتى مقياس. المقياس هو صناديق الاقتراع، هي الانتخابات، هو المقياس. وقت نرجعوا للانتخابات وقتها الشعب، فهمت ولا لا؟ وقتها تقول لي راهو الشعب غير رايه. اما الان حتى حد ما وصيه على الشعب ويقول الشعب غير رايه ولا لا؟ لا لا لا، فما مؤسسات تعملت دستوريه، هذيك المؤسسات نحترموها. الاستشاره قانونيه. معاه ضد الاستشاره ساعه. كيفاش؟ معاه ضد الاستشاره. ماشي مع الاستشاره. خاطر الاستشاره سامحني، الاستشاره ما نعرفهاش. لا لا لا، الاستشاره يلزمني كي باش نعمل استشاره ولا نعمل اي موضوع من هنا يلزمني نعرف. تدخل تاخذ فكره. سامحني، يلزمني نعرفه. عندك تليفون وعندك عباد نجم تستشيرهم؟ انا بعض الاخبار. اي انا قاعد نقرا وقاعد نشوف. سامحني خليني نكمل. اي خليني نكمل لك انا ونمشي على روحي. انا باش نعطيك حاجه. ريت انت تو في دارك وتبدا متكي في الفرش، شكون باش يعلم بك اللي انت ضد الرئيس ولا مع الرئيس؟ انت باش تكتب كل شيء، باش تقول يا خويا انا نكره. عادي جدا، عادي جدا، وهذه حريه تعبيرك. هذه الاستفتاء. الاستفتاء. ولدي العزيز، وقت انا يجيني، وقت انا نسمع في التلفزه واحد يقول راني انا دخلت الاستشاره وعملت اربع وخمسه وسته مرات.
لا ليش هو اللي ليه؟ سمعني اقنعني انت خليني اني انا مش نثيق في الاستشاره. انا بدي كنت مانيش واثق به. انا مع الرئيس. هاي مش نكون واثق. لا لا انت حر. لا وانت حر. صحيح. وانت حر. سمح سمح. احنا الشعب التونسي. احنا شعب سمح. صارت سامحني سامحني سامحني. اي اي اغزلي اغزلي. صارت الثوره في تونس. صارت الثوره في تونس. مش انت تكون مع الرئيس وانا نكون ضد الرئيس. هذه هي بلادنا. هكا نحبوها بلادنا. نحبوا بلادنا مزيانه. نحبوا بلادنا كل واحد عنده راي. تفضل. ساعة قولي انت ساعة شبيك كاموفلي عامل لونيت وعامل بافيت معناتها راجل اللي يعبر راجل تونسي مواطن تونسي يحب تونس وغزلي مواطن تونسي ويحب تونس العزيزة الغالية نحبوا تونس نحبوا ديمقراطية وانت عندك الحق في رأيك البرلمان تحبوا أمورك احنا نحبوا الرئيس أمورنا فما استفتاء فما استفتاء اسمه الاستشارة القانونية هذية عاملينها صارفين عليها برشا فلوس بالله لحظة مش يا ربي لحظة يا أستاذ يا أستاذ لحظة برك الاستشارة القانونية صارفين فيها برشا فلوس هذية تشرف عليها عباد من برا من برا من تونس انت معناها كي باش تدخل مش باش يعرفوا اسمك ولقبك وبطاقة تعريفك وكاللغة انت مثلا باش تجي باش تلقى الرئيس تحب رئاسي ولا برلماني ولا غير ولدي العزيز ولدي العزيز الاستشارة اللي تحكي عليها راني قريتها وفهمتها وشنو هي الاهداف نتاعها دونك انت عندك راي وانا عندي راي نحتفظ به روحي بابا العزيز كيفاه خمسه مرات احلف بالله قول خمسه مرات ما نحلف مش قضيه حلف هذه يا اخي انت ما سمعتوش سيدي اقسم بدين الله اقسم بدين الله لحظه ما سمعتوش لحظه بارك لحظه يا وعندي انترنت انا تحب ندخل لك تو انا كان نعاود لحظه بارك خلي يفهم الراي خلي يفهم خلي يفهم المشاهد خلي يفهم انا كي جربتها انا تو ريت كي ندخل نمرو بطاقه تعريفي تقول لي ليه اخويا راك انت عملت الجواب نتاعك وما عادش نقبلوك هي وحدها الابليكاسيون هذيا تقول لك ليه ما تدخلش ممنوع بطاقة تعريفك صحيح اللي يتكلم في وسائل التعليم وهو كورنيكم معناتها اللي موجود في وسائل التعليم ويقول راني انا دخلت سامحني سامحني علاش ما نحبوش بعض علاش ما نبنوش علاش ما نبنوش علاه ما نحبوش بعضنا علاه ما نتقواوش علاش ديما عكس بعضنا صحيح 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 تيجي قول احنا سامحني صحيح احنا نحبوا نتوحدوا على البلاد نحبوا نتوحدوا على تونس نحبوا مصلحه تونس الناس الكل اما انا كي نقول لك سامحني سامحني قدام الكاميرا قدام الكاميرا يمك مع البرلمان وانا مع الرئيس هات خويا نبوسك من راسك احنا ما نحبوش الحرب صحيح اه لا لا الحريه ما نحبوش الحرب عيشوا خيال لا تعاديني لا نعاديك صارت الثوره في تونس مش انت تكون مع الرئيس وانا نكون ضد الرئيس هذه هي بلادنا البرلمان تحبوا امورك احنا نحبوا الرئيس امورنا فما استفتاء فما استفتاء اسمه الاستشاره القانونيه هذية عاملينها صارفين عليها برشا فلوس مش علاه ما نحبوش بعضنا علاه ما نتقواوش علاش ديما عكس بعضنا قدام الكاميرا يمك مع البرلمان وانا مع الرئيس هات خويا نبوسك من راسك احنا ما نحبوش الحرب